هاني فرحات تالي نتفق جميعا ان هو من انجح الشباب المصريين في هذا الحقل على مستوى العالم، مش في مصر بس، هو نمرة واحد. تمام، اذا ما كناش ندعم ولادنا الناجحين والناجحين جدا ونقعد نخرب فيهم كده، يبقى احنا كده بنجني على الثمار اللي ممكن نستفيد منها. هاني فرحات شاب موسيقي متعلم كويس، بيجيد المهنة دي، عنده علاقات طيبة بكل الفنانين. صحيح. وهو لما يقول لك أنا الفنان ده ولا الفنان ده، هو راجل يعني فعلا الفنانين كلهم لهم تقدير. احنا ما ينفعش نقول ان ده وحش وده حلو وده ينفع وده ما ينفعش. احنا لكن احنا هنعمل ايه؟ احنا هنعمل اللي يتناسب.